مساء الخير دانا. مساء الخير يا دانا. اهلا مساء النور. يا هلا يا اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه انا حابه تخبرينا عن الفيديو. اول شيء سويتيه بالكويت، فكيف طلعت فكرته اول مره بالكويت؟ بعدين كنتي متوقعه انه يصير فايرل هالقد بعد ما عملتيه بموسم الرياض؟ هو صراحه انا ما توقعت. هو فكره الفيديو جت احنا كنا قاعدين مثل جمعه حق البنات وكان في تحلطم انه مثلا اسعار مطاعم غاليه والمطاعم غاليه شلون ما نقدر. كان اقول لهم تحدون انا اقدر اسويها بدينار، فكانوا يضحكون علي مستحيل تسوينها دينار. قلت لهم لا اسوي ريوق وغدا وعشاء كله بدينار. يا سلام. فاي فقدرت اسويها وتفاجأت، بس ما توقعت انه راح تكون فايرل نفس ما تفضل. اوكي طيب دانا، قبل اي حاجه انا عايزه ال10 ريال الباقيين اللي معاكي، مش كانوا 20 ولا 10؟ طيب حبيبتي عايز اعرف منك، هل مثلا بعد الكويت والسعوديه في بلانز مثلا تعملي التجربه دي في بلاد تانية، وممكن تكون فين مثلا؟ اكيد اكيد ارم ان شاء الله مخططه ان اسويها بالامارات قريبا ان شاء الله، بقطر ان شاء الله، البحرين كذلك، وعقب ان شاء الله راح اتوسع يعني باوروبا بامريكا، اي ديره اروح لها ابي اسوي هالتجربه، حتى لو اذا ما قدرت اسويها بمبلغ اللي انا يعني اتوقعه، بس ان هي رساله ان الواحد مرات لما يكون بديرته ما يحس انه هو يقدر مثلا يسوي يتغدى ويتعشى ويتريل كله بمبلغ جدا جدا بسيط. يعني حلو، لانه انت عم بتدلينا كمان على المحلات اللي بنقدر نعمل فيهم يعني هالسيفنج. بالضبط، والمطاعم فعلا فعلا لذيذه. يعني الطعم حلو، مو ما هو طبعا طبعا، بس في ناس عن جد ما بتعرف انه هيك يعني بتقدر تلاقي محلات حلوه ورخيصه بنفس الوقت، فشكرا انك عم تحكينا عليهم. بدي كمان تخبريني عن زيارتك لموسم الرياض، يعني شو اكثر عجبك شيء بالموسم؟ شو الفعاليات اللي حضرتيها؟ والله انا كنت رايحه الرياض اساسا حق بزنس تريب. اوكي. بس يوم رحت انبهرت 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 من الرياض. يعني انا اسمع ان الناس تسولف عن موسم الرياض، بس ما تخيلت حجمه إلا لما رحت الرياض وشفت مطاعم مو موجودة بأي مكان بالعالم إلا بمكان واحد موجود بالرياض، فعاليات مسوينها نفس الوينتر وندرلاند، نفس البوليفارد، نفس المربع، كله أسمع عنه صراحة شيء يبهر. دانا المرة الجاية ما فيش موسم رياض من غيرنا، اتفقنا؟ المرة الجاية ماكو سفر غير الرياض. ماشي كده. وقتها حزة اتصلت على ماما وقلت لها ماما الحين تين الرياض. حبي. اللي قاعده اشوفه شيء مو عادي. صحيح صحيح. طب انا عايز اسالك، لو النهارده حبيتي مثلا تدي تيبس او اي نصيحه للناس اللي حابين يزوروا موسم الرياض بالتحديد، ايه اللي ممكن تنصحيهم بيه؟ هل في مثلا فعاليه لازم يحضروها؟ في مكان معين لازم يزوروه؟ والله انا اللي انصحهم فيه لازم يشوفون البوليفارد صراحه شيء خيال، وايضا المربع، لان خاصه المربع في مطاعم اتي، كوني انا فود بلوجر فاستانس على المطاعم، في مطاعم يعني مو موجوده باي مكان بالعالم ولا هي تطلع اساسا من مكانها، طلعت عشان اتي الرياض. وخاصه طبعا انها تحجز مبكر ما شاء الله الزحمه، فعشان تحصل الحجز لازم يحجزون شوي ابكر ويوقفوا رجيم لبين ما يخلصوا موسم الرياض. ايوه لا رجيم وياي مو بالحزبه. بكل الاحوال نحن بنشكرك كثير دانا، يعني بنتمنى لك كل التوفيق وشكرا على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. مشكورين، ما قصرت. نورتينا يا دانا. باي باي حبيبتي. باي باي. مع السلامه. باي باي.